السلام عليكم ورحمة الله، يتجدد بكم اللقاء اليوم عبر الوجه الأجمل، حديثا وتفصيلا وسردا مع سيد الإمام الصادق المهدي. أهلا بك كثير، وسعدنا جدا بوجودك معنا اليوم عبر الوجه الأجمل على قناة الشروق. الله يبارك فيك، يجعل الله أجمل إن شاء الله. نحن اعتدنا سيد الإمام أن نتناول وجه إنساني آخر ربما يكون خافيا على كثيرين، وربما يكون وبطبيعة الحال هو الأجمل، يعني لأنه يختص بكثير من الجوانب الإنسانية اللي علاقة بالأسرة، اللي علاقة بالأصدقاء بالأقارب وهكذا. ونحن اليوم مع السيد الإمام نتناول سيرته منذ الميلاد بمدينة أم درمان، وتحديدا في حي العباسية، والنشأة هناك، وأكيد كثير من الذكريات العالقة بوجدانك منذ ذلك الوقت، يا ريت نحكيها ونفتتح بها هذا الحديث اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المجتمع الأمدرماني مجتمع ذو نكهة خاصة، ونحن نشأنا في أم درمان في العباسية، وهذه المنطقة كانت أصلاً قد اختيرت لأسرتنا لأنها بالقرب من مركز السلطة، وذلك لأن أسرتنا أصلاً عُملت بعد الاستعمار كأسرى، بعضهم أسروا وأخذوهم لرشيد في بتاريخهم مع النضال المعروف طبعاً. أيوة، ما هو بسبب أنهم مرتبطين بالدولة المهدية، ولذلك بعد أن جاء الاستعمار يعني كان يهاب وجود هذه البذرة بالتأكيد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. كنا كأطفال حقيقة نستمتع بحرية لا يستمتع بها الأطفال الآن. الأطفال الآن أشبه بطفولة تحت هيمنة الكبار بصورة، وتحت هيمنة الآلات الحديثة أيضا للترفيه. نعم، الكبار والتسهيلات الحديثة والفيديو والمسجلات، يعني زمان كانت هذه الأشياء عندنا ولكن صناعة محلية، يعني الحبوبات كنا في مكان التلفزيون هن اللائي يقصصن علينا قصص ود النمير والشاطر حسن وأبو زيد الهلالي إلى آخر هذه الأشياء. وفي حقيقة الأمر كنا كأطفال يعني مستقلين ونصنع اللعب بأيدينا. ربما هذه المساحة من الحرية يعني تترك أيضا للشخصية فرصة لأن تنمو نموا طبيعيا. نحن حنجيف أكثر بشيء من الاستفاضة ونتناول كل هذه الحكاية، عندنا مجموعة من الإفادات عن سيد الإمام الصادق المهدي من أبنائك، وهي كمان هذه الإفادات تحكس لنا الجانب الآخر، الإمام الصادق المهدي الوالد والأب كيف يكون مع أبنائه، وما هو النهج الذي يستخدمه في التربية. نستمع مع بعض لهذه الإفادات. من ناحية مربي أول حاجة، يعني كل اللي بدعو له من المثل والحاجات اللي هو بيفتكرها دي الصحيحة بيطبقها، يعني مثلا الديمقراطية، هو ديمقراطي جدا جدا في تربيته لينا، وما حصل مرة قال لي واحد أو واحدة فينا أعملي الحاجة الفلانية. غالبا الحاجات إحنا بنعملها باتباع القدوة الحسنة، يعني هو بحاول يطبق أو يوري الحاجات اللي هو بيفتكرها صحيحة شنو وإحنا نمشي فيها. يعني الحاجة الثانية المشاورة مثلا، يعني كل كتبه كل المحاضرات بتاعته أو أوراقه
غالبا بيكون مررة على مجموعة كبيرة، ومن المجموعة الكبيرة دي إحنا، يعني حتى مما إحنا أصغر من كده كتير. يعني أنا من في سنين المراهقة بدينا الأوراق بتاعته نطلع عليها ونقول رأينا شنو بصراحة، وعلى أساس يقدر ياخد أو يشاور أكبر عدد من الناس ممكن. الحاجة الثانية الصبر، يعني أنا بفتكره من أصبر الناس الآن لقيتهم في حياتي. هو بيشرك الآخرين اللي حوله، ونحن من ضمن الناس ديل بيستشيرنا في القضايا وفي الآراء المختلفة اللي هو بصددها، وهو واسع الاستشارة جدا لكل ما يعمل. وأنا بفتكر دي من أكبر الميزات اللي عنده، لأنه هو إنسان في مستوى الفكر والمستوى التوصل له ممكن أن يستغنى، يفكر أنه مستغني عن الآخرين، ولكن لله الحمد هو دائما الاستشارة للناس، ودي ميزة كبيرة جدا عنده. من الميزات اللي عنده أنا برضو داير أعكسها للناس، عنده إيمان قوي جدا جدا بما يفعل، ويعتقد أنه ده الحق، ولذلك هو مغرق نفسه فيه بهذا الشكل. من ضمن الأشياء اللي هو بيمارسها بجد واجتهاد شديد جدا الرياضة، والرياضة دي بتعكس جوانب شخصية فيه، بتوضح سماته وميزاته الشخصية في الحتة دي. فهو بيعمل بجد واجتهاد شديد جدا، وأنا يعني ممكن أكون زاملته في رياضة التنس، وزاملته في رياضة البولو. هو أول حاجة ما بيستسلم للهزيمة، وعنده إصرار شديد جدا على تحقيق النصر، وما بحب الهزيمة، ولذلك بيعمل على أنه ينتصر بالعمل، يعني مش بالتطلع ساي، وحتى لو كان مغلوب هو لحد آخر دقيقة في المباراة ما بيستسلم لأنه هو اتغلب. وأنا بفتكر دي عنده دافع وقوة شخصية كبيرة جاية من طبيعة شخصيته. يعني استمعنا لمجموعة من الإفادات من أبناء السيد الإمام الصادق المهدي، ويمكن اتفقوا على أنه في نهج من الديمقراطية مستخدم مع الأبناء، نهج بعيد عن الأوامر، ربما أقرب ما يكون كما ذكرت كريمتكم النموذج الحسن في البيت. نتحدث عن صادق المهدي الوالد الأب، كيف هو مع أبنائه؟ أنا كأب للأسف حرمت من طفولة أبنائي وبناتي، لأنه قد صادف نشأتهم أنا في السجن أو مبعد عنهم. طاهرة هذه لما نشأت لم تعرف عني شيء غير أني صورة، ولذلك لما عدت قالت لأمها الله الصورة بتتكلم، هي فوجئت بأن الصورة بتتكلم. الحقيقة أنا أعتقد أهم أثر كان لي على أطفالي في المرحلة الباكرة القدوة، ولعل هذا من أهم القيم، أن البعد لا يعني البعاد، بمعنى أن البعد نفسه ممكن يجعل الشخص يتعلق بهذا النجم البعيد ويحاول أن يلتصق به. ولكن عندما عشت معهم حقيقة نهجت نهجا واضح المعالم. أنا الآن بصدد كتابة كتاب سميته أيها الجيل، لأودع فيه هذه المعاني التربوية. أولا ضرورة نبذ العنف في التعامل مع الأطفال. سيد الإمام، إذا أجيز لنا أن نقول بأن الشخصية ترث عبر الجينات الوراثية كثير من الصفات من الوالدين، فالميراث هنا بيؤكد لنا، يعني السيدة والدتكم رحمة الله عليها رحم عبد الله، السيدة كانت مهتمة جدا ومتفقهة في التراث الديني،
ومن أوائل النساء الرائدات اللي كونوا جمعيات تهتم فعلا بنهضة النسوة. والوالد أيضا عليه رحمة الله رجل مناضل ومعروف في مجال النضال في مكافحة والمطالبة أيضا بالديمقراطية. هذه الأشياء أورثت شخصية السيدة الإمامة الصادقة المهدي أيضا كثير من الأشياء، وربما قد تترجم في تربية الأبناء حاليا. نتحدث أيضا عن هذا الجانب. نعم، أنا أعتقد أنه الوالد والوالدة كل واحد وواحد منهما كان له أثر كبير في حياتي. الوالد كان بعيد عنا في مرحلة الطفولة لأنه كان بيعمل في أعمال أبوه، في أعمال والدي، ولذلك كان في مراحل كثيرة بعيد منا. ولكن أيضا هنا القدوة التي تؤثر من بعيد، يعني المعنى ده صاغ العقاد: أبعد نرجي أم نرجي تلاقيا، كلا البعد والقربى يهيج ما بيا. يعني البعد ما معناها البعاد. الوالدة كانت ألصق بنا، والحقيقة الوالدة دي شخصية عظيمة جدا. الوالد عظمته والتي التقطت منها أنا أولا الفدائية. والد كان فدائي، بيضحي بوقته وراحته من أجل القضية. ثانيا موضوعي، كثير من السودانيين المجاملات وال يعني مسح الجوخ وأشياء من هذا النوع تؤثر في سلوكه. الوالد كان قمة الموضوعية، يعني دي مسألة يعني مدهشة جدا أنا يعني التقطتها منه. المسألة الثالثة اللي هي أيضا كانت واضحة في سلوكه: الجدية في العمل. هو يرقى بالعمل إلى مرحلة التقديس، وكانت معاملاته للآخرين فيها درجة من الاحترام غريبة. وكان بيقول لنا: إذا عايز الناس يحترموك احترمهم، وإن فعلت العكس هم بيعاملوك بالعكس ده. إذن اتبعت هنا أيضا نهج النموذج الحسن. نحن حنستأذنك سيد الإمام أن نتحول إلى فيحاء محمد علي لتسمعنا مدحة برفقة الحان محمد جزار. أزور ضريحك ورودتك إن شاء الله يا طاهر الجسم، يا طيب الروح والجسم طاوي الصنايا المبتسم، كل الوجود خلقه عليك، حوض الجنان رفعوا إليك، ثم المساني سبع عليك وهبى الشفاعة الكبرى ليك. لك القمر أتى منقسم والماء نبع من كفتيك، الماء نبع والماء نبع من كفتيك. أزور ضريحك وعودتك إن شاء الله يا طاهر. يا صاحب القدر الجليل، فخت الكليل، فخت الخليل، الجزع لك حنا ورزم
شهد منصر من هزم لحم ظهرك التزم يا ابو رفع يا ابجزم بمسك اشفيت العليل يلفي نظر شريعتك يلفي نظر شريعتك أزور ضريحك وروضتك إن شاء الله يا طاهر الجسم يا صاحب التاج واللواء يا الما بتنطق عن هوى مغزى العلوم بنزل القوى النبي ما ضل أبدا ما غوى والنخل شال سمر انحنى وأهل المغابر عرفته النبي عرفته أهل المغابر عرفته أزور ضريحه روضته إن شاء الله يا طاهر الجسم نورك خمر شمس الضحى صادق ومين مما نشى يصبر وكم يحزم حشا للناس تور ما بفضحى ونعمل دخل في ملتك نعمل دخل في ملتك ونعم دخل في ملته أزور ضريحه روضته إن شاء الله يا طاهر الجسم يعني أتساءل إنه وسط كل هذه المسؤوليات الكبرى ما بين المشاركات العديدة في الحياة السياسية ما بين الاهتمام بالتوثيق والكتابة والخطب في المنابر المختلفة وتقديم الأوراق العلمية أيضا عبر عدد من الجامعات والمنابر كيف تجد الوقت حقيقة لأن تنظموا جزء كبير للاهتمام بالرياضة جزء الاهتمام بالأنشطة كيف تنظم هذا الوقت؟ أنا أعتقد الإنسان إذا نظم وقته سيجد وقتاً كافياً للعبادة سيجد وقتاً كافياً للعمل سيجد وقتاً كافياً للرياضة سيجد وقتاً كافياً للتفكير لأن ما من شك أن الإنسان إذا اندفع في الحياة بدون تفكير يخسر خسائر كبيرة جداً أنا شخصياً أولي وقتاً كافياً للتفكير لأنني أعتقد أن التفكير مهم جداً جداً لتوليد الرؤى الجديدة والتفكير ما ضروري يكون والإنسان واعي أنا أعتقد الإنسان وهو نايم عقله الباطن شغال وأحيان كثيرة جداً هذا العقل الباطن بيديك حلول لكثير جدا من المشاكل اللي بتشوفها في رؤى صادقة صحيح وهذا ما أكدته حتى دراسات علمية يعني نعم مؤخرا يعني أنا أكاد أقول أن كثير جدا من الأفكار الجديدة التي اهتديت لها كانت في النوم وكثير جدا من الأحداث
يعني اللي بتردد في أمرها أو عايز أفكر فيها بلقى الإجابة في النوم. يعني الإنسان النايم ما معناها إنسان غايب عن الوجود، هو عنده وجود من نوع آخر، وده بيظهر في الرؤى. وأنا كثير جدا من في الليل أصحى وأدون حتى لا تنسى بعد ذلك. أيوة، لأنه إذا صحيت طبعا ما بكون صحيت عمدا، لكن على حال في حاجة بتصحيني، فأول ما أصحى بكون ذكرت الرؤية. ولذلك في مذكراتي أو مفكراتي على طول حياتي مدونة رؤى، هي نتيجة التفكير أو نتيجة الإفادات التي تحصل للإنسان وهو نايم. سيد الإمام، والكاميرا أيضا غير التوثيق، الكتاب الكاميرا توثق لنا كثير من الأحداث والمواقف والمحطات الحياتية. لدينا مجموعة من الصور المنتقاة من مجموعة كبيرة جدا توثق لك كثير من اللحظات التي لا تنسى في حياة السيد الإمام الصادق المهدي. فيا حبذا لو افتتحنا هذا المعرض الشخصي واستعرضنا كل هذه الصور. بسم الله. اهلا، ازيك ليندا؟ ليندا منو؟ صح، ايوه قصك. طيب وليه قصك صغيرون كده؟ الله، بسم الله. اول صوره في مناسبه زواج احد ابنائك. مناسبه زواج ابني محمد أحمد، وأنا كنت وزلت حريص أنه أبنائي وبناتي ما يتزوجوا من الأقارب ويتزوجوا من غير الأقارب، ودم التزمناه. وبعدين زي ما في الصورة واضح، أنا بعتقد الزواج السوداني يجب أن يكون سوداني، حتى مسألة الزي يعني الزي. أيوة، الأسود بالأبيض بالأحمر يعني عنده دلالة. الفستان الأبيض ده فستان حد اللي بيعملوه في بعض الأعراس دلوقتي، وغالي جدا وما له داعي، والبدلة ومفيونكة دي ما تناسب أبدا المناسبة الزواج. زواج سوداني. سوداني. على كل حال أنا دي صورة محمد أحمد وفردوس في يوم الجرتق في 2007. الصورة الثانية ما شاء الله بتجمع الأحفاد كلهم. دول الأحفاد، أنا الحمد لله دلوقتي بلغ العدد 30. ما شاء الله. أما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. والآن زاد العدد يعني من الصورة، وبعضهم صار شباب في الجامعات، وبعضهم ما زال في اثنين جو قريب جدا في الأسبوع الماضي. ربنا يخليهم، ربنا يحفظهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الصورة بمناسبة الـ أنا كنت في كل المناسبات الكبيرة بجي بجواز تفاؤلا بالخير، واعتقاد أن كما قلنا على نواصيها الخير. تذكر لنا المناسبة دي كانت شنو؟ مناسبة العيد. بعد خطبة العيد. لا، يعني في الدخول إلى ميدان العيد. نعم. الصورة الرابعة. يعني بولو. وطبعا أنا بعتقد إنه كل أنواع الفروسية مهمة جدا للإنسان. الصورة الخامسة سيد الإمام يخطب في العيد. ومناسبة العيد طبعاً الناس العالم ده افتكروه هو عالم طائفي، ومش صحيح كده. العالم ده هو عالم السودان العريض. الهلال يمثل المسلمين، الحربة تمثل الحرب المقدسة عند القبائل النيلية، فهو يمثل الآخر الديني.
والألوان تمثل أقاليم السودان، الغرب والجنوب والأسود وهي الألوان أيضا مستخدمة في علم السودان. أيوة مختلفة من علم السودان، لكن هي دي الفكرة فيها، هي تمثل أقاليم السودان، ولذلك هو مش علم طائفي ولا حتى علم إسلامي، هو علم للسودان عبر عن قومية نعم. سودانية نعم. الصورة الأخيرة دي شيخي وأستاذي الشيخ طيب السراج، تلقيت على يد العلم يعني في نعم جزيرة أبا؟ لا في مدرمان هنا. نعم. الشيخ الطيب السراج ده علم من أعلام السودان، كان زي ما قال لي جاك بيرك، جاك بيرك ده من أهم المستشرقين، لما قابله قال هذا رجل مكتبة ومتحف بما يحوي من علوم وثقافات وأيضا ما يعني يعكس من قيم، هو كان فخور جدا بالقيم الأصيلة الإسلامية العربية، رجل كان حقيقة أنا استفدت منه فوائد كثيرة جدا وكنت ألازمه، يعني كنا يعني أنا أعيش معه أيام وأيام، يعني ما يفرقنا إلا الليل، مع الصباح أجي أستأنف معه العلاقة ما بين الشيخ والحوار، لتتزود منه وتنهل من علمه الكبير. نعم نعم، دول إنسان كان عظيم. إذن استعرضنا سويا عدد من الصور وعدد من الشخصيات المؤثرة في حياة السيد الإمام الصادق المهدي. الوجه الأجمل بعد الفاصل. صهيك نار وضع يمينك في يدي، صهيك نار وضع يمينك في يدي، ودع المزاح لظ الطلاغة توددي، صح غير مامور وهاتي مدامعا كالورجوانة وابكي غير مصفي. ودع بدمعك من تحب فإنما، ودع بدمعك من تحب فإنما، أنا إن دعوتك لن تعيش إلى غدي، أنا إن دعوتك لن تعيش إلى غدي، فإذا سفرت فكن مضيئا نيرا مثل اليراعة في الظلاء الأسود. وإذا ادخرت إلى الصباح شجاعة فاعلم بأن اليوم أنسب من غدي، فاعلم بأن اليوم أنسب من غدي، فالعمر موت في شبابك إن تكن تغديه بين مصفغ ومغرد. والحق بغومك في الغيود فإنني، والحق بغومك في الغيود فإنني، أيغدت أن لا حر غير مقيدي، أيغدت أن لا حر غير مغيدي، فإذا تبدد شمل قومك فاجمعا، وإذا أبوا فاضرب بعزمك مفردي. صهيك نار وضع يمينك في يدي، صهيك نار وضع يمينك في يدي، وكأن يوم رضاك ليلة مولدي، وكأن يوم رضاك ليلة مولدي، أنا كم
رأيتك والأمور عصيبة فبذلت يا سودان ما ملكت يدي. صهيك نار وضع يمينك في يدي، صهيك نار وضع يمينك في يدي، وكأن يوم رضاك ليلة مولدي، وكأن يوم رضاك ليلة مولدي. أنا كم رعيتك والأمور عصيبة فبذلت يا السودان ما ملكت يدي. أهلا بكم مجددا، والوجه الأجمل للسيدة الإمامة الصادقة المعهدي. سيد الصادق، معروف عنك اهتماماتك ومتابعتك المستمرة لكل ما يطرأ على الساحة الفكرية والعلمية، وهذا الأمر يعني لا تفتي فقط فيه بآراء، ولكن توثق عبر كتابات استطعنا أن نحصر منها البعض والبعض الآخر في شكل مدونات موجودة في مكتبتك الخاصة. هذه المتابعات المستمرة ربما تدلل على اهتمام متنوع، يعني عرفت أنك درست السياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، كنت مشارك أيضا عبر مناظرات وعبر الخطب وعبر عدد من الجمعيات أيضا. ياريت نتحدث عن هذه المشاركات المتنوعة والثرة منذ العمر الباكر. في الحياة الجامعية في جامعة الخرطوم في الأول، وبعدين في جامعة أكسفورد. نعم، كانت كلية الخرطوم في ذلك الوقت. نعم، كلية الخرطوم الجامعية. كنت مهتما جدا بالأنشطة اللاصفية، الأنشطة اللاصفية. وفي أكسفورد أكاد أكون مسؤول من عدد لا حصر له من الجمعيات، الجمعية العربية، الجمعية الأفريقية، النادي الاشتراكي. أنشأنا الاتحاد الإسلامي في ذلك الوقت، عشرات المؤسسات والجمعيات التي في رأيي هي أقيم ما في أكسفورد. أكسفورد القيمة فيها مش الأكاديمية، أقيم ما فيها أنها فيها مجتمع عالمي وأعلام السياسة والفكر كانوا يأتون لهذه الجامعة. ما في شك، كل أسبوع بيأتي من أعلام الساسة والفكر والأدب وإلى آخره. فالفائدة اللي استفدتها أنا شخصيا من التعليم في أكسفورد ليست الفائدة الأكاديمية، وإنما هذا الانفتاح على الحياة وهذا الدور في الأنشطة العامة. يعني هذه الأنشطة كانت تتجاوز جدران الحرم الجامعي لتكون في ميادين، يتم مناظرات مع عدة جهات. نعم نعم. وأنا كنت من قلائل الذين كانوا في ذلك الوقت أعضاء في اتحاد الطلبة السودانيين، واللي كانوا طلبة جامعيين مش فوق جامعيين، الأغلبية كانوا مبعوثين هناك كدراسات فوق جامعية، ولكن أنا وعدد قليل كنا طلبة جامعيين. ومع ذلك أنا نشط نشاط كبير جدا، مع أنه مركز اتحاد الطلبة السوداني كان في لندن، أنا نشط نشاط شديد جدا، أجي من أكسفورد وأشترك معهم في كل الأنشطة الثقافية والفكرية إلى آخره. والمدهش، مع أني كنت أصغرهم جميعا باعتبار أنهم كلهم يدرسون دراسات فوق جامعية وأنا أدرس دراسة جامعية، أنا كنت في حقيقة الأمر يعني في الطاشر، في التين إيجر، يعني كنت في آخر التين إيجر، حتى يعني لم تصل إلى العشرين عام. لما وصلت العشرين كنت في ذلك الوقت. مع ذلك لما حصلت انتخابات وما كان عندنا تنظيم حزبي، ولكن لما حصلت انتخابات أنا أخذت أعلى رقم انتخابي
مع أنه الطلبة هناك كانوا يكبرون كما قلت سنا، وكانوا من رؤى واتجاهات مختلفة تماما، ولا أستطيع أن أقول في 10% منهم يعني عندهم أي نوع من الانتماء لي. هذا طبعا من فعالية حتى شكل المشاركات. يمكن بعيدا عن هذا السياق سيد الإمام، والأسف يعني الزمن لا يدركنا، ولكن أحب أن أمر على كل الجوانب المتعلقة بشخصية سيد الإمام. هناك عشق خاص، وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حب للدنيا قال حب لدنياكم في ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. لديك حب خاص للطيب والعطر، ولديك معه حكاية كبيرة جدا. قبل ما نسمع رأيك عندنا إفادة من الصادق النفراوي، هنستمع لها وتورينا رأيك في هذا الجانب. علاقتنا مع السيد الإمام قديمة منذ زمن أجدادنا عندما جاء الإمام المهدي وانخرطوا في صفوف المهدية، وكانت العلاقة امتدت مع الأئمة الإمام عبد الرحمن والإمام الصديق والإمام الهادي والآن الإمام السيد الصادق المهدي، واستمرت إلى يومنا هذا. وكانت العلاقة فيما يختص بالروائح والعطور لم تغف حتى منذ حياة المرحومة عليها رحمة الله السيدة رحمة، فكانت كثيرا ما تطلب مننا على الأعشاب للعلاجات، وعلى ما أذكر مرة من المرات يعني شكرتني في أنه استعملت المغليغلة للجحة وانتفعت منها كثيرا. بعدها السيد الإمام الصادق دائما يطلب مننا الحلبة والحرجل والأشياء والعسل باستمرار. استمعنا إلى إفادة من السيد الصادق النفراوي، وهو شخصية متبحرة في عالم الطب البديل أو طب الأعشاب كما درجنا أن نسميه. ويمكن قبل تسجيل السيد الإمام كنت بتحكي لي عن أنه لديكم عرف في العائلة وطقوس لكل مناسبة عطر معين، في الأعياد عطر محدد وهكذا، ربما لارتباطها بأشياء تعلمون أنتم بخفايا أكثر. إحنا في الحقيقة كما قلت عشنا في بيئة دلوقتي يشوفوا مثلا أولادي بيكونوا حافظين كمية كبيرة جدا من يعني القرآن والراتب والأمثال السودانية والشعر القومي، يندهشوا مع أنه يفتكروا دول حق ويكونوا حناكيش لأنهم ناشئين في بيئة خاصة. لا يحصل هذا الحقيقة، بيلقوا منهم صفات مختلفة جدا، حنكشة ما في. وعلى هذا الأساس أنا بعتقد أنه بيئتنا ساعدتنا في الارتباط بهذه الأصالة السودانية، وعشان كده أنا هسه تقريبا أتداوى غالبا بالأعشاب في يعني إمساك أنا بستخدم الصمغ، في إسهال بستخدم الحلبة، في يعني في كل الأشياء اللي الحياتية فيما يتعلق بالزكام القرض وهكذا بستخدم يعني الصيدلية التراثية في أغلب وقتي، واللي ثبتت بالتجربة جدوى أيضا. يعني ما في شك أنا قريت كتب. أولا بروفيسور أتكنز بيقول كلام واضح أنه نوع الأكل والطعام هو سبب الداء والدواء، فالإنسان العايز يعني يتداوى ويبعد من الداء يلتزم برجيم أكلي خاص، وأنا فعلا بلتزم برجيم أكلي خاص، يعني أكاد أكون في الفطور قطعتين سمك، في الليل خالص أو يعني في المساء مغرب
فخز دجاج، وفيما بينهما فاكهة ولبن بس. بعتقد أنه ده يكفي جدا، وبعتقد أنه الالتزام بالغذاء والتطب والعلاج ما أمكن بالأعشاب. على جانب آخر سيد الإمام، معروف وملاحظ في كل مشاركاتك، سواء كان في مناسبات سياسية، سواء كان عبر خطب في منابر بالمناسبات أيضا الدينية المختلفة، تستدل في حديثك بكثير من الأمثال كما ذكرت يعني والأشياء، وعرفت بأنك خطيبا مفوها ودائما ما تجذب كل الأنظار والأسماع عبر ما تقول. هذا بيبين لنا اهتمام بالقراءة والاطلاع المستمر والكتابة والتدوين الدائم، وهذا أيضا عشق آخر معروف أنه جزء كبير من يومك تقضيه في الاطلاع، ليس في جانب معين من العلوم ولكن في تنوع العلوم على اختلافها. ديننا دين إعجاز، القرآن والحديث، محمد صلى الله عليه وسلم هو من أفصح العرب، يعني هو مش بس النبي والحكيم، هو كذلك من أفصح العرب، ولذلك قال أعطيت جوامع الكلم. والقرآن تحدى الآخرين أن يأتوا بمثله. إذن نحن ديننا دين بلاغة ومعاني، لكن البلاغة يتميز بها ديننا عن الأديان الأخرى. كل الكتب المقدسة الأخرى تكاد تكون ممعوطة الريش وتروى بطريقة يعني عادية جدا. القرآن فيه فخامة وعلوية وهيمنة ونص يعني لما تسمعه يأسرك. فديننا هو دين دي يقول لك، أنا قاعدين يسموني قال أبو الكلام، كأنه أنا يعني بقول كلام فارغ. الحقيقة أنا بقول دائما الكلام اسم من أسماء الله، في إنسان اسمه عبد الكلام لأنه الكلام اسم من أسماء الله، وإن في كلام ذو معنى فليقال. المهم يقاس هذا الكلام، يقارن هذا الكلام، في غث من الكلام كثير جدا. ولكن أنا دائما أقول للناس اللي بيقول لي إنك تتكلم كثير، بقول لهم أنا والله ما قاعد أقول كلمة قبل ما أذاكرها أصلا، ولما هسه أنتوا طلبتوني جيت أنا ذاكرتها. مش ضروري أسأل، لكن أنا بحضر نفسي، وحيثما أقدم محاضرة بقدمها كأنها لدرجة علمية، كأنها لدرجة علمية، لا أعتمد أبدا على العفوية. واحدة من البنات سألت، واحدة من بناتي قالت ليها كل ما تجي بتلقاني أنا يا بقرأ يا بكتب، يا أبوكم ده امتحانه بينتهي متين، بتصور أنه أنا شغال كده أنه بمتحن، بيجهز لي أمر الامتحان. أنا في الحقيقة أي محاضرة أقدمها بقدمها بصورة، أول شيء بسأل نفسي هل أنا سأقوم بقيمة إضافية أم لا؟ إن ما في قيمة إضافية بعتذر. فإذا قبلت أي محاضرة بجتهد أن تكون هناك قيمة إضافية، الناس يطلعوا بفائدة. لذلك أجمع الكل على أن السيد الإمام خطيبا ومؤثرا في آن واحد. على الجانب الآخر لديك ذائقة انتقائية جدا للفنون ربما وفي السمع، ولديك عشق مع نوعية معينة من الأصوات وفنون محددة. نتحدث عن جانب الاهتمام بالغناء وبالموسيقى، أي موسيقى تحب أن تستمع لها كثيرا؟ أي الفنانون ترتاح لأصواتهم وتفضل سماعهم بشكل مستمر؟ أولا الموسيقى لغة عالمية، كل الموسيقى لغة عالمية. طبعا أنا حقيقة الموسيقى المبتذلة اللي هي فقط لتحريك الجوانح ما لي فيها، لكن بعتقد أنه الموسيقى هي في الحقيقة ترديد لأصوات الطبيعة كلها، من طيور وزهور ورياح وحيوانات إلى آخره. الموسيقى هي مجرد جمع نغمي لأصوات الطبيعة،
ولذلك هي شيء مهم جدا، وكل المخلوقات تطرب بما فيها النباتات، كل المخلوقات تطرب، لأن الموسيقى عندها مكانة فطرية، وحتى الغناء اللي طبعا لازم يكون غناء إذا كان جيد يطرب حتى من لا يسمع ولا يعرف معانيه، زي ما قال أبو تمام. قال أبو تمام لم بتكلم عن واحدة طرب من غناها فارسية، قال لم أسمع لم أفهم معانيها، ولكن ورد كبدي فلم أجهل شجاها، فكنت كأنني أعمى معنن بحب الغانيات ولا يراها. يا سلام. ونحن بمناسبة هذا الحديث الطيب حنهديك في الختام لحن مع المطربة فيحاء محمد علي، وهو بمثابة مسك الختام. أنا اليوم سعدت وأشفقت على نفسي في آن واحد لأن أحاور شخصا في قامة السيدة الإمام الصادق المهدي. كلنا يا بنتي أبناء، كلنا يا بنتي أبناء تسعة، ولا تتهيبي أحد. نتمنى أنه فعلا نكون استطعنا أن ننقب في جوانب كثيرة خافية على كثيرين ممن يحبون ويستمتعون بحديث السيدة الإمام الصادق المهدي. شكرا لك كثير على وجودك معنا. نشكر كل من تابعنا اليوم عبر الوجه الأجمل. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله الخميس المقبل، نفس الزمان ونفس المكان. أطيب المساء. فؤاد طرعا والعناية بين ضلوعي يا الوطن العزيز، نحن للغومية النبيلة ما بندور عصبية القبيلة، تربي فينا دغاين وبيلة، تربي فينا دغاين وبيلة، تزيد مصايب الوطن العزيز. فؤاد طرعا والعناية بين ضلوعي الوطن العزيز، له مراعي الوطن الرعاني، ادعي له واشيل واعاني، الشباب والشيب علماني، الشباب والشيب علماني، قالوا نفدي الوطن العزيز. فؤاد طرعا والعناية بين ضلوعي يا الوطن العزيز، من شمال الريف لحدوده الدماء معروفات حدوده، سوداننا جبهة نبقى له خودة، سوداننا جبهة نبقى له خودة، نلاقي ضرر الوطن العزيز. فؤاد طرعا والعناية بين ضلوعي الوطن العزيز، السلام لجنوبنا غنى غنى دندن وترى المحنة، انت حشمة وغاية أملنا، انت حشمة وغاية أملنا، انت تسلم وطن العزيز. فؤاد طرعا والعناية وعي الوطن العزيز، الفؤاد طرعا والعناية بين ضلوعي الوطن العزيز، الفؤاد طرعا والعناية
بين ضلوعي يا الوطن العزيز. الفؤاد ترعاه العناية بين ضلوعي الوطن العزيز عزيز عزيز.